السلام عليكم متابعي موقع الطنجاوي، مرحبا بكم في حلقه خاصه. وهذه الحلقه هذه اللي غتكون مع جمعيه سباقي الخير. الاخ سليمان تبارك الله عليكم، كنشكرك على هذه المبادره اللي كتعمل. ومبادره اليوم شنو هي غادي تكون؟ مبادره اليوم مختلفه على مبادره اللي كنعملوا حنا في رمضان، كنخلصوا كريدي ديال البقال. هذه المره قررنا نخلصوا كريدي ديال الناس اللي عندهم في الدواء في فارماسيات في الاحياء الشعبيه. صراحة فارماسيات مشينا عدة فارماسيات، جبرنا كاين اللي ما عندهمش كريدي. أول فارماسية بدينا هي حي مصلى، من بعد مشينا لحي بوحوت، من بعد كاسابراتا، من بعد حومة الشوك، فارماسية أخرى بن ديبان. يعني خلصنا خمسة فارماسيات، وكل وحدة شحال خلصنا فيها؟ المهم المجموع ديال 17,099 درهم اللي خلصنا اليوم. أنا البيدجي اللي كنا عاملينه هو 17,000 درهم الصراحة، ومين كنت كنخلص ما كنتش كنجمع التوتال، مي سالينا جبرنا 17,999 درهم. سبحان الله جات هي هذه. هذه المبادرة هذه شاركوا فيها أربعة ديال أعضاء الجمعية، ثلاثة عطاو 5,000 5,000 5,000 هي 15,000، وواحد عطى 2,000 درهم. كنقول لهم هذا المنبر هذا الله يتقبل منه. ألو السلام عليكم أختي سعاد، تبارك الله عليك، واش مبروكة؟ لا مالك أخويا، أنا أختي سعاد خدام مع صيدلية، وعندك واحد كريدي هنايا، عندك واحد 31 الف فرانك. اها ما كرهناك شي تجي تجي تخلصها باش غادي نجمعوا الحساب ان شاء الله. واخا ما في واخا، عطيني غير واحد نص ساعه نطلع عندكم. اه صافي اختي سعاد. نعم حنايا جوزنا جمعيه سباقي الخير، جوزنا عند فارماسي الحومه ديالك، وعطاونا وخلصنا لك داك الكريدي اللي عندك. شكرا اخي، شكرا شكرا شكرا. انا بغيت نخليك تفكر في الكريدي شويه، وبغيت نفرحك في الاخر. والله الا عرفتي وحق الله، انا قلت لك عطيني واحد نص ساعه ياك. اه غتشوف فيها شنو غنعمل فيها. شكرا اخي، شكرا شكرا شكرا. اه الله يسهل عليك والله يشافيك اخ اورديان. شكرا اخي، شكرا. الله يرحم الوالدين، الله يجعلك في الميزان ديالك اخي. هذه هي جمعيه سباق الخير، هي اللي خلصات. الله يعطيك من فضله لا سينا ولا هما، الله يعطيكم من فضله، الله يكثر نتاكم، الله يكثر نتاكم. بكل صراحة ملي كنت كنتصل بالناس أول حاجة كنت كنحس واحد الإحساس اللي هو كنت فرحان في نفس الوقت، كنقول لكم الكريدي ديالكم تخلص، في نفس الوقت كنقول ديك الناس مساكن محدهم عملوا كريدي، ما عندهم شي فلوس اللي غادي يخلصوا، يعني إلا كان عندهم فلوس غيمشيو يجيو الدواء بلا كريدي. هاد الناس هادو اللي شافوا إذا كانوا كيشوفونا طلبوا منهم الدعاء، صافي هذا ماك. عندك واحد كريدي عندنا ياك؟ شحال كنسالو لك؟ إوا شغنقول لك بلا بلا حساب. شحال؟ شحال؟ في 1000 درهم تمايا. أيوا، أجي نقول لك أختي نزيه، واش تقدر تجيب لنا ديك 1000 درهم؟ حنايا. وخطر رشها واد أختي نزيه. دابا والله ما كاين منا نجيبو قسما بالله العلي العظيم. أختي نزيه. اه اللي غنقول لك حنا جمعيه سباقي الخير خلصنا لك ديك الكريدي اللي عندك. الله تعالى وتبارك يجازيكم، الله يرحم الوالدين. الجمعيه تكلفت لك بالكريدي اللي عندك الحمد لله، ما بقاو كيسالوا لك والو، دابا اللي تسمى كامل تخلص. الله يرحم الوالدين، الله تعالى وتبارك هو اللي غيجازيكم في هذه العواشر، الله ينوركم. امين، يرحم والديك والله يشافي اللي مريض مسكين، الله يشافي. امين. مع واحد العويله سيت وعندنا مريضه بالقلب والدواء كنشريوها على غالي بزاف، حرين 90 فرنك للبواطه. الله يشافيها مسكينة، الله يشافيها. الله يرحم الوالدين والله يجازي المحسنين كاملين. امين امين، الله يرحم والديك. امين امين. الله يرحم والديك. اهلا بسلامة. الله يقوي منزلكم، الله يرحم الوالدين. النوعية ديال الناس مشينا عند الفارماسيات، قلنا لهم يعطيونا الأكثر ضررا، يعني الناس اللي محتاجة. وصراحة تشوف لاليست ديالهم واختاروا الناس اللي يستاهلوا، كاين منهم مكفوفين، كاين اللي مراطين بمرض كونسير، الله يحفظكم ويحفظ الجميع. يعني امراض مزمنه، اغلبيه الامراض المزمنه. صراحه ملي كتكون كتخلص شي حاجه بحال هيدا مثلا كريدي، باش يعني كتدخل السرور على شي واحد، كتحس بواحد الفرحه كبيره، خصوصا يعني ما شافونا ما شفناهم، يعني فقط مول الفارماسيا هو اللي يتكلف بهم، يقول لهم زعما بان الامور صافي عندكم مخلص. والحاله اللي بقات فيا بزاف هي المسكينه ديك المراه اللي مريضه بالسرطان، كما كنعرفوا هذا المرض هذا اللي كيطالب بزاف ديال الدواء، كيطالب بزاف ديال الفلوس، وشحال ما كيكون عندك راه الله يكون في العون. حدا يعني فارماسيه كتسال، الله اعلم الجوار مول الدار كيسال، كانت السكريه الله يكون في العون. وهذيك المراه اللي بقات فيا بزاف، خصوصا الناس اللي مراتين بهذا المرض هذا، والله يشافي الجميع.
ورمضان مبارك على الجميع، وحنايا في ايام اخيره ديال رمضان، عيدكم مبارك سعيد. وما كرهناش هذه المبادره بحال هكذا نشوفوها في جميع المناطق ديال طنجه والمغرب كامل، ومغاربه معروفين بالسخاء وكنتعاونوا يد في يد، وان شاء الله كل شيء يرجع مزيان وديما باقي الخير. وشكرا للطنجاوي على دائما يعني كتازر الاعمال الخيريه وكتشجعها، شكرا لك. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.